يتعدى هذه المحطة ليعلن نفسه بطلا للدوري وهو متصدر الدوري من أول يوم. هجمية هجمة للقلاب لمحبوب، ومحبوب يصوب وهدف بالدقيقة الأولى. شوف محبوب العربي وأول الأهداف بالبط والسريع، هدف للعربي، واحد العربي للكويت لا شيء. تصويبه قويه لعبد الله القربلي، لا القربلي محمد ولا عبد الله، هو عبد الله. والتعادل، التعادل ليله الليله. كره مع صصليلي حامد لاحمد حسين لعلي مراد، علي مراد يصوب وعلي مراد وهدف، هدف بمرمى هذا والله. ولكن شوف اصطدم صدمه قويه كابتن صلاح. نعم للاسف عودته والعمود خلفه حاول ان حسن الشطي لعلي مراد لأحمد حسين، الله يصوب كرة جميلة. والفرحان اللي قاعد حتى الآن الكويت مشدود أعصابه يا كابتن صلاح، ما في شك أبو عبد الله، في تحفظ كبير وخوفه من الخسارة للهاجري. شوف كرة ذكية من خالد القربلي للهاجري، وهاجري يصطاد الهدف الثاني والتعادل. تعادل وتعود للكويت، الكرة للكويت، مشاري العتيبي خطير، مشاري بالمرمى. تقدم الكويت بعد ان كان التقدم للعربي. اصحاب الفانيلا الخضراء، شوف بالكرة الماضية الفرحان على طول فاست بريك سريع لمين؟ لمشاري، مشاري العتيبي، والعتيبي يصطاد. الفرحان للعتيبي مرة ثانية، ومشاري اوه يا مشاري، اوه يا الفرحان افرح الكويت. ومشاري العتيبي يسعدهم بكورتين. شوف بالمسطرة والقلم، خذ يا حبيبي، سجل يا عزيزي، هدف يا مشاري العتيبي. أربعة دفاع محكم من لاعبي فريق الكويت، وفي ضياع في الكرات من العرب. شوف من الثبات على طول بالشباك، والهدف الثالث للعربي. مباراة 4-3 الكويت، يا المباراة فيها تعادل وفاصلة. اوه عبد الله، شوف من خالد مشاريع عبد الله من 10 امتار، لا والله 11 متر. شوف على يمين الصفار، وين يا علي وين؟ تمريرة غير موفقة، هجمة للكويت، البالون للقربلي، هدف عبد الله القربلي واللعب ويفرح الحضور. شوف البالون لك القربلي يلعبها لهم، وهدف الفرحان يصير نصيوان للقربلي، والقربلي خلصها. الكويت راضي من خلال ذلك. طبعا ابو عبد الله، ما في شك عبد الله لاعب. احمد حسين لحسين حبيب، وين يا حسين حبيب؟ لوليد القلاف، والقلاف يصوب، وتعود من احمد الفرحان، لتعود مليانه بالجماهير الوفيه المحبه العاشقه للكرة. السلامين عبد الكريم يسار الحارس. شوف لوت المباراه، العربي جاي يلعب والكويت جاي يكسب. الكرة مع عبد الله القربلي، عبد الله لسامح الهاجري، وسامح وهدف للاعب الدائرة. سامح الهاجري ما كان بمسامح، لم يسامح الدفاع ويلعب له كرة نوم ذكية تستغل بالشباك. العربي 8 الكويت، العربي 4. السلامين لحسين حبيب، حسين حبيب إلى صليلي، حامد يصوب والفرحان يصد، وتعود هجمة للكويت. يعقوب عيسى يهدي، وهجمة للكويت، والله يشب الصالة. مشوار طويل، كرة مع مشعل طه، وتصويب. هذه جماهير الكويت حاضرة تبي الدرع. دقيقة وتمريرة خاطئة تعود للكويت، أحمد حسين، الله الله الله، أحمد حسين بالغلط، وأحمد حسين بمرمى الفرحان. 11 دقيقة ومحمد القربلي صوب، وهدف مفاجئ للكويت، هدف من أمام الحائط البشري للعرب. شوف القربلي، شوف زعلة واحدة. هذه 5-0 خالد القربلي، خالد وهدف بمهارة جميلة. شوف بالقدمين، بمهارة لا يستطيع كل لاعب ان يؤدي هذه اللعبة. طبعا كل لاعب له مهارته الخاصة. محمد القربلي ومحمد لسامح لمحمد، وهدف للكويت. 24 مثل ما قلت لك يا كابتن صلاح، عاد عبد الله القربلي، وعاد محمد القربلي، وعاد قوة الكويت.
نعم لاعبين لهم وزنهم في فريق الكويت. حبيب من الكندري حسين يحاول صوب حسين والفرحان يصد مباراة حراس والحراس صحيح الحراس على احمد فرحان قاعد يهدي دوره. عبد الله القربلي وين يا عبد الله بالمرمى؟ نعم عبد الله الفارق احمد الفرحان يصد علاوه ولا لا يا الحلواتي محمد القربلي وتصويبه لا قاعدين نشوف اكثر من لاعب يلعبون مو في مراكزهم. هجمه الكويت تعود لمحمد القربلي خطيره هدف باعتبار الفالول كانت تضيع ولكنها رادت الكويت. هذا هو محمد القربلي شوف هدف من حبيب للسلامين لذياب وذياب الله كره جميله لعبد الله ذياب كره خلفيه يا عبد الله ذياب تصطاد الشباب شوف السلامين شوف اللعبه الجميله بمهاره رائعه شوف يعقوب وهجمه للعربي حسين حبيب وحبيب بالمرمى هدف غيبه. ممكن الكويت قادر انه يسجل هدف مع الكويت. سامح الهاجري لعبد الله القربلي راح يصوب حاول القربلي يصوب واصطاد المرمى. اذا اعزائي المشاهدين لو فاز الكويت او تعادل هو حسين الشطي لحسين حبيب وحبيب يصفر وتعود الكره من احمد الفرحان الى رميه محمد القربلي لوحده ومحمد القربلي لوحده ما رجع وعندما عادت الكره كان اقرب للاعب العربي والكويت ينطلق عبد الله القربلي بالمرمى العربي بدا يضيع والكويت يستثمر في هجوم عكسي سريع وبانطلاق عاد عبد الله وعاد محمد القربلي لتعود القوه الى قيس وليله ليله اجمل من قصه قيس وليله تصويبه قويه حمد نعم وهذا الروح جاي يكسب كره جميله للعربي والفرحان يصد شو تقول يا كابتن هذا الفارق 75 يعني اخر بطوله الدوري 75 هدف لعلي مراد ما انفارقنا فهل تكون الليله ليله اللقاء صانع الالعاب لعلي مراد لا علي مراد لعبد الله ذياب وعبد الله ذياب يلعب له كره ترجع له مره ثانيه وسلك ما مشت فرحان كان فرحان والكره الثانيه عبد الله ذياب مكان ثمانيه يا كابتن صلاح كرة مع محمد هدف من العيار الثقيل للأمانة الهدف من أحلى الأهداف اللي تميز اللاعب مهاراته مرتين هل تكون هذه الثالثة؟ راح أشوف علي مراد يصوب وذيابه مش عبد الله ذياب شوف علي مراد يصوب يردها الفرحان وعبد الله ذياب في لعبة ذكية من فوق حسن الشطي لمين يا حسن؟ لعلي مراد لحسين حبيب وحبيب يصفر واحمد الفرحان يصب بكره في وقتها بكره في زمانها يا كابتن صلاح نعم لعلي مراد لحسين حبيب وحبيب لوليد القلاق والقلاق الكويت شوف نعم ابو عبد الله راح يكون هدفين او ثلاث اهداف سامح الهاجري خطيره سامح ولوب وهدف هو قادر نوعا ما في الشوط الاول ابو عبد الله علي طاهر صوب وعلي طاهر يصطاد كرة عبد الله ذياب بكرة لم يوفق فيها عبد الله ذياب تعود إلى شوف تصويبه إنما ما كانت موفقة علي طاهر يتصدى لها وهجمة لمين يمشالي لمحمد الغربلي العربي يلعب بطريقة رجل لرجل لسامح الهاجري وسامح وهدف سامح لحسين حبيب عبد الله ذياب على الدائرة عكسية محمد الغربلي وهدف هدف تبي تدخل ما تبي تدخل لتعود الكويت تبي كرة مع الكويت يخطف العربي حامد الصليلي لسالم محبوب وسالم هدف أول شوفه سالم محبوب يا عيني عليك يا والعربي ما زال يلعب بطريقة رجل لرجل شوف فات يضيع ثلاث اهداف الكويت يقوض ثلاث اهداف قايلها هجمه عكسيه للعربي بخطا عرباوي وهدف 22 هناك سبع اهداف يظل الفارق كبير ابو عبد نعم العربي السلامين ل
للشطي والشطي بالمرمى. دفاع ابو عبد الله ما يقدر انه يواجه طول المباراة. مشاري اليمين لمشاري، اوه هذه لعبة قدمها مشاري سيوان هدية للعرب. هذه فيها نوع من اقدر اقول هذه خطيره. شوف الفارق الاخوالي لو زادت السالفه الانانيه كابتن صلاح. 15 دقيقه وعبد الله وقت شوف كبير. شوف مقرب العربي خطيره حسين حبيب. اوه مش معقول، ماذا يعمل العربي؟ ايش اللي يحصل؟ ايش الحكايه؟ شوف كره سهله لحسين حبيب، انما فيها بروده وفيها من التهاون. محمد الغربلي لشقيقه خالد، وخالد يصوب. شوف ممسوك لما يعطي الادفانتج يصوب، تصطدم الكره بوجه عبد الله الحداد. عبد الله الحداد بالسلامه الحلواشي، كره مع حسين حبيب وهدف. شوف عبد الله دياب لعلي مراد، ومراد لحسين حبيب، وحسين حبيب وضعها بالثقه وهدف. العربي بدا يستفيد، حامد الصليلي لحسن الشطي. البارغ وعبد الله هدفين، يعني المباراه اعتقد راح تكون ولعت. نعم. مشعل طه، ومشعل طه وهد. وين رايح الكره؟ وين تصويبه لعلي مراد وهدف. قلت لك كابتن صلاح. عبد الله دياب لحسين حبيب، لدياب لعلي مراد. اوه هدف. تنتظرون هذا اللقاء يا حر من الجبل. شوف علي مراد تمريره خاطئه وتعود لصليلي لاحمد حسين هدف. سي اشوف الصوره وعاد العربي مشاري العتيبي الى خالد الغربلي، محمد الغربلي، ومحمد يصوب. ربي الكويت تعود بفارق هدفين. شوف صح يا حكم، صح يا حكم مسحوب. العربي بوصول الفارق الى 3 أهداف حاليا. هدف. شوف الكنديري، شوف بنقص عددي وبدفاع المنطقه المتكامل العربي هدف. فرق هدفين. دياب لعلي مراد، مراد للكندري، والكندري اوه هدف. يبتسم القدساويه. شوف عبد الله الغربلي لمحمد وثواني سيد مرتوب الغانم وخالد الغانم برايي الخاص. وعبد الله محمد كان ايده حره كانت تقريبا. تاجها الكويت ويطلب العربي المدرب خالد طالب وقت المستقبل. صوب له ثنتين، فاجئ الكويت. سلامين صوب، وتمكن خالد يصطاد. تركي الخالدي بتبديل موفق يا كابتن صلاح. نعم نعم، تركي الخالدي حارس لا امكانياته ولا للعربي. حسن الشطي وهدف. شوف تمريره من الذياب للشطي، تاخر دفاعي للكويت. شاري صيوان لمحمد الغربلي خطيره. هدف في وقته يا كابتن صلاح. نعم هدف. إذن هذه الكرة خلاص نقول نشوف خلاص. الكويت حسمها، الكويت حسم اللقاء. 4 أهداف صعب 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 وصعب. حسن الشطي هدف. ما زالت المبدأ صلاح صعبة ما في شك. أبو عبد الله أقل من دقيقة 3 أهداف. عبد الله الغربلي انتهت الحكاية وانتهت الرواية. ونفسهم أبطال لدوري الدم لسنة 2013. ثانية 31 الكويت، 27 العربي. نقدر نقول مبروك للكويت. خلاص لقاء جميل. عبد الله الغياب وهدف بالثواني له. انتهى الدوري، انتهى الدوري يا عزيزي، انتهى الدوري يا حبيبي. دوري 2013 انتهى بفوز نادي الكويت ببطولة الدوري بجدارة واستحقاق. مبروك للكويت، مبروك لنادي الكويت، لكل المسؤولين، إدارة ومحبين، وكل عاشق نادي الكويت ياز بأن يدخل بالمنافسة حتى آخر لقاء. مبروك مبروك. إذا الكويت اليوم ليلة فرح، بالحب سهرانين، كل الحبايب تغني لحبايبها. يا زين من جمع الأحباب مع حبايبها. بهذا الوقت نعود